No. No? Streaming? Yeah. We're ready? الشرخة ما يبي لها شيء بعد. يا الحين راح نتجه ان شاء الله الى صخور ويليز او الويلي روك. تبعد المسافة تقريبا 10 دقائق من فوق الدغنة. احنا في سيشن 2 رايحين على سيشن 1، وبعد راح نتمشى لاخر بيتش سيشن 1 من الجبل هناك في ممشى على الحصى. شفناه بالطراد، نروح نستكشفه شوي. Jitski. طبعا نهاية ستيشن 2 نصل نفس الزراعة شي صار داعت الطريق نروح من وراها على السيف عشان نروح ستيشن 1. اخيرا وصلنا ويلي روكس. صراحة اليوم وايد حار، شمس وهذه الويلي روك اليوم ساقية. ها راح ندش هناك ونشوف. الو الحصى، راح ان شاء الله سنوركل هناك. ننزل الحين بيلنا فرة ابو حمد في درب هناك ولا خلصنا فراتنا في ويلي روكس. الحين راح نتمشى نهاية ستيشن 1 عشان نشوف المنظر هناك.
لأن في طريق مسوينه حق أو تحت الجبل صرنا نص تمشى وفي مناظر حلوة راح نصورها. تمشى نص الجبل. وصلنا اخيرا المكان. طبعا في درب هناك في درب هني يبي له سخن نار عشان ندش كله حصى. توكلنا في ناس سبب هناك في درب هناك لكن احنا نكتفي لهني. يلا الشمس طرقتنا شنو المنظر. واعتقد هناك فندق شنغريلا نفس الشاليهات الجبل. يفوتكم انا ارجع. الحين راح نرجع من الدرب هذه ناخذ الشارع مش هناك مش على الرمل لستيشن 2 يخلنا تقريبا الساعة واكثر بعد.